احنا كنواب عملنا مجموعة 70 خلينا نكون صادق معك هما هي المبادرة هي نواب من خارج تقريبا من خارج النهضة والكرامة والحر السوري منين شكونكم يعني تم تقريبا مستقلين أغلبيتهم مستقلين حتى مضمون المبادرة فما ما فماش تيار فما مستقلين 70 واحد عندنا فيهم قائمة توجهنا برسالة هزها السيد صافي سعيد رئيس الجمهورية وطلبنا معاه لقاء وحبينا اللقاء ذا يكون بعيد عن الإعلام وبعيد عن المزايدات لحل الأمر لأنه مخجل وأنه تونس اليوم يجيوها القناصي له يقولوا لها اش تعمل وولاد بلادك ما تتحدثش معه فلقيتم إجابة أو إشارة بالإجابة لم تأتي أي إجابة وكان وكانت حتى الطريق تقديم الخطاب كانت فيه نوع من الإهانة وكان فيه نوع وأنا حسيت وأنه رئيس الجمهورية سجين لانه اربعه مكاتب تقريبا دخل لهم الاستاذ صافي سعيد ويعذرني نتكلم باسمه وهذا سيدي شوز بيبليك والناس المكلفين على حمايه رئيس الجمهوريه يقراوا فيها الرساله هل يعقل انه رساله ماسيه رئيس الجمهوريه يقراوها اربعه ولا خمسه العريضه هذه مش جات في الوقت مش عريضه سيدي مش عريضه هو طلب هو طلب للقاء هو خلي يعطينا كواليس يعني مهم ياسر احنا اليوم للشعور اللي عندنا خلينا وانه الرئيس في واد والعالم في واد من يحكم تونس